الموسم الثالث قدموا لكم الطلاب أجمل ما عندهم بأحلى استعراضات على المسرح، لكن أوقات كانوا الطلاب يرتكبوا بعض الأخطاء اللي أنتم مشاهدينا ما بتوقفوا عندها. بس شخص واحد ناطر الطلاب على الكوع. شو هيدا؟ شو عم تعمل هون؟ خليهم لقلكن هون. هنا شو عم تزبطي؟ لا. ومش ممكن يمرقوا عليه أي خطأ. القاضي أسامة. القاضي أسامة بيزور طلابنا كل أسبوع وبيحاكمهم بجلسات مفتوحة. نزار عمول العشرة فوشاف يلا. ونحن الليلة اخترنا لكم أقوى أحكام صدرت هالموسم بحق الطلاب. دلع يا كايدهم الدلع يا كايد. عملوا معي واحد اثنين. الدلع يا كايدهم الدلع يا كايدهم. حبيبي إذا عامل حالك أستاذ وأطفال روح علم أطفال. أضل حفلي عشان فانك عشان فانك عشان دال دال نعم تعويتي وشوف الفن ملك القلوب. دوسري جاي حالة مطرب على طول انه للفرح والحب بدك تطرقها كف بس تعرف مسا الخير لكل المشاهدين. مين عم بتبوس؟ بعرف وين الحصان فادي؟ نزل سيرج الحصان ولا يا ييها اجا اول مره بحياتي بشوف روك بدوي اخذت الطار ولد عمي عد هيك وبلشت ربابي صفى ربابي الجيتار مثل واحد عمل تحته هيك وما انتبهوا له الناس هيك عمل هلا ودش هكي ما في شي ما في شي ما عملته انه انت بستريت جاي عم تحط لي كل وسخ ستريت بهالغنية بدي اسألك كم غمزة بتعمل بالتانكي في سيارة بتعمل 100 كيلومتر بالتانكي وفي 190 انت كم غمزة بالتانكي بدي اعرف هلا وهالكوبرا هيدي انه هي من هون هيك من تحت هيك انه هي واقفة هيك وحية من تحت يا حرامي عم بتشدها بالفك تبعك حدا بيشد وحدة هيك ليه ليه مش ضروري علموني هلا ليكو هي عملته هي هي اللي صار وهي لا رولا وهلا وديع هيك محاشي هيك عامل محاشي وفوارغ ويا بي اهلا وسهلا فيكم اعطيني لبابا اعطيني لبابا عيسى 2 كيلو لبنه واعطيني ربابة نزل لي فلافل لهونيك على الطاولات ماشي حفله ما بدك تبكل سعادتك كمان قلت له اياها العالي المتري بقعدوا يسمعوا بعضهم بالحفلات ما بقعدوا يسمعوا بعضهم بالحفلات بصيروا حمد اثنين حمص على الطاوله ثلاثه طبولي هون شفنا ابرز مواقف القاضي اسامه الصحمي اسامه بيستعمل كل الاساليب المرئيه المسموعه واللي جسديه